يحقق مزيد من النجاحات. كرة خاطئة من الدفاع. شلوك فرصة خطيرة. كرة مرة أخرى الأسمراني الشاب أبو رحمن. ماذا فعلت هنا؟ خطفها هنا، لدغها بشكل جميل. لمسة رائعة من شلوك تؤكدك على قيمة التهديفية العالية جدا. مهاجم يعرف كيف يستغل الكرات. انفكوستا لكن في حراسة المدافعين. عودة إلى سيسك. الكرة تبقى لتشيلسي. فابريغاز أرضية خطيرة. فابريغاز شوفها مرة أخرى. دييغو الذي عاد الكرة قبل أن تخرج. فابريغاز أرادها تمريرة إلى هازارد. تبقي على نهاية المباراة. ويليان يلعب كرة عرضية. إيفانوفيتش بالرأس. شوفها مرة أخرى. إيفا بالرأس. روعة يا إيفانوفيتش في منتهى الروعة. كرة أبراهيم سلاف تخترق دفاع.